شارات حمراء، إضراب جزئي، واحتجاج صامت ينفذه موظفو قناة عدن الفضائية لليوم الثاني تواليا، مهددين بتصعيد احتجاجهم إلى إضراب شامل إذا لم تستجيب وزارة الإعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لمطالبهم بتحسين أوضاع القناة والعاملين فيها. نحن بدأنا الآن رفع الشارات الحمراء بعد ما أشعرنا الوزير وأشعرنا مدير عام المؤسسة بمطالبنا، لكن لم يتم التنفيذ. وبدأنا الآن لمدة 3 أيام رفع الشارات الحمراء، وفي حالة لم يتم الاستجابة سوف يتم تصعيد. بحت أصوات الموظفين والعاملين في قناة عدن دون أن تجد مطالبهم ومناشداتهم المتكررة آذانا صاغية لدى وزارة الإعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، اللتان تواصلان مصادرة نصف التسويات المالية للموظفين للعام الماضي، وترفضان التأمين الصحي وتثبيت المتعاقدين وصرف حقوق المتقاعدين، مطالبين بمحاسبة الفاسدين. وضع القناة سيء، الأجهزة قديمة جدا، الأجهزة قديمة جدا ومنتهية فعلا، يعني انتهت قبل 10 سنين، ونحن الآن عاملين ترقيع للأجهزة ونشغلها وصورتنا في على الأقمار الصناعية رديئة. التسوية كانت لمدة سنة تقريبا على ما يقال، خصمت 6 شهور من حق الناس الكلاحة الضباحة الموظفين. طيب حقوق المتقاعدين، المتقاعدين منذ عهد بعيد يعني منذ سنوات طويلة، يعني كل شيء صادر أول بأول حقوق المتقاعدين. من سيء إلى أسوأ، هذا هو حال قناة عدن الفضائية التي تأسست مطلع الستينات كأول تلفزيون في الجزيرة العربية، لكن معظم أجهزتها خرجت عن الخدمة منذ سنوات وسط تجاهل الجهات المعنية والمماطلة في تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل القناة.